هنية من مدينة الرحمة بلوك 6. هاد السيدة جارتي كانت معايا في الكاريان وتحولت سكنت هنا، ما تنعرفش على عائلتها بزاف، ما عمرني شفت شي واحد اخويا جا عندها. كاينه هي بوحدها تدرج، عيد بوحدها، عواشر بوحدها. نهار الكتاب مكتوب كانت غاليه، جات الدوخه طاحت مرضت، جناها بقاو المحسنين نايبين على توقفات شويه على رجيلاتها. خطره اخرى قلت ليه خرجت في الليل، تمات غاديه في الليل عريانه، طاحت في الزنقه تهرست، جات هنا بقات بحد الحاله لا يرتدى لها. بقاو المحسنين هما اللي تينوبوا عليها. ودروك اللي تنطلب من الله سبحانه عز وجل، وملي تيشوفني وتيشوف امي زينب ها هي معايا، الله يرحم والديكم، يحن بقلبه على هاد السيده. ولو كان بليكوش، ولو كان بحليبه، ولو كان باش مسخه الله. هاد السيده عندها مرض زهايمر، تدلى لينا من الشرجم وما عندهاش الكرياج، شي نهار طيح لينا من الكرياج ونعودوا في شي مشاكل. انا سيدي مشيت لعند القايد باش يديها لدار العزازه، خاصني الشهود بزاف باش ينوبوا معايا الجيران. كل اللي تنقولي تيقول لي ما نقدرش نخاف، انا ما عرفتش الحل اللي عندير. الله يرحم لكم الوالدين اللي قدر يتكلف بهاد السيده ولا ينوب على هاد السيده. حنا ما شيطناها حتى واحد، ويني الغلبه جات معدنا. ربعة المرات تنسافروا، بعض المرات تجينا خرجه. هاد الوجه اللي تتشوفوا فيه، انا بنتي عتولد ليا في مراكش، خاصني نسافر. شكون اللي عينوب عليها؟ شكون اللي عيكون بهاد السيده؟ الله يرحم والديكم، اللي شاف هاد السيده يحن عير بقلبه في حق الله. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، لهليت اللي هو مسلم. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، الى ما حنوا في هاد السيده. وهاد الشيء اللي تنطلب، انا ما لقيت جهد، وصلوني الناس لهاد الناس هنا وجاو عندي، ما خسروش ليا وجاو عندي باش يوصلوني لشي محسن ولا شي محسنه، وباش نصرحوا للناس لهاد راه عندها دارها، راه بمحالها، راه بمحالها، عندها دارها. اللي بغى يتكلف بمحال ديالها الله يسهل ليه، اللي بغى يبيعه ويدخلها لدار العزازه باش تعيش الله يسهل ليه. حنا اللي ترضيكم، تلقاوها مسكينه دايره كرشها، لاعبه فيها، مرمده في واحد الحاله، ماسحه في شعرها. ها انت تشوفتي بعينك هاد الاخوات تدوش كل كل الصباح، كل عام نغسلوا لويا، تاكل تشرب تاكل، ما خاصها حتى خير. ويني تنخافوا بالليل، تنخافوا بالليل، السيده طيح لينا من الشرجم، ولا السيده تخرج، ولا يدخل شي واحد في الليل حيت البيت تيبقى محلول، يتكرفس على هاد السيده ولا يسرق هاد السيده. اللي تنطلبوا منكم، ما عرفني الله انا وصلت لكم، ما عرفني الله انا وصلت لكم. 06 65 95 90 04. قلت لي قدروا الله على شي، الله يرحم لكم الوالدين، يصابوا لا كرياج لا طيح لينا بالشرجم في الليل. لو بيتكلف باش حد بليكوش بحليبه كويس تاع دانون باش مسخه الله. حنا ما تنبزو على حتى شي واحد، حنا اللي في استطاعتنا والاخوات اللي في استطاعتهم الله يجازيهم. ولا دار العزازه تكلف بها، راه ما عندك داكشي اللي بقى في عمرها تعيش به مرتاحه تتقبار، راه بمحالها، راه يكرو محالها وتصرفوا عليها به في دار العزازه. سيده تتعرفها الوالده ديالي في يمكن في السبعينات، كانت كتسكن في بوسيجور، كانت سيده مزيان لاباس عليها، عايشه مزيان، كانت خدامه مع النصارى، كانت عايشه مزيان. من بعد داك السيد عطاها شي شويه الفلوس، مشات شرات في الكاريان، جات استفاده، استفدت. منين استفدت؟ هيا نتوما كتشوفوا راه عندها الدويره ديالتها، فيها تقريبا شي 80 ديال مترو، فريش ديالها نتوما تتشوفوا. السيده ها هي كيف ما تتشوفوا ام زينب. انا جيت السيمانه اللي فاتت عند واحد السيده في حالها حتى هي، كان ما عندها لا وليدات لا حتى شي حاجه، توفات، لقيت توفات بوحدها، لقيت هاد السيده تتغسلها اللي كانت كتهضر هاد المهنيه. تيعاودوا على امي زينب باللي راه امي زينب مكرفصه وما عايشاش مزيان، وفعلا فاش جيت وشفت امي زينب تألمت وبكيت وعيطت لكم ولبيتوا النداء، الله يعطيكم صحيحتكم. ولهليت لينا في هاد المنظر. انا فاش جيت كنلقاها بوحدها، لقيت هاد الميكله بحال هكا حاطين ليها الجيران. فسقسيت وسولت تيقولوا لي بلي راه ما عندها حتى شي حد، وهي فعلا ما عندها حتى شي حد، وما تيجي يزورها حتى شي واحد غير الناس، غير المحسنين، راه ماشي الناس قرابين ليها، راه الناس كيجيو بعاد بزاف باش يجيو يشوفوها. هاد الناس راه عندهم وليداتهم، قال لك ها هما المدرسه جايه، ما غاديش يمكن ليهم يبقاو يخليو عندهم مسؤوليه، ما غاديش يقدروا يبقاو يجيو عندها. مي زينب
محتاجة ليكوش تدير ليكوش مزين برا مهرسة، دارت لها العملية وما دارش لها الترويض وما دارش لها متابعة طبية، راها ما بقاتش تتمشي غير تتكحز. منين جيت أنا لقيتها لابسة غير ليكوش تسروال ما لابساهمش وكتمشى في الأرض حفيانة. أمي زينب خاصها كرياج ما عندهاش، أمي زينب خاصها طبيب ديال الراس، يمكن تيقولوا الناس باللي عندها الزهايمر. أمي زينب ما عندهاش باب، بابها ديما محلول، باب ديال الزنقة ديما محلول. أمي زينب ما ساكناش في واحد البلاصة اللي زوينة، في واحد الموقع اللي زوين اللي كاينين ولاد الناس. ربما واحد السيد يجي شي نهار يدخل شي واحد يقتلها، شي واحد يسرقها، شي واحد يتعدى عليها، شي واحد يتكرفص عليها. انا ما نكذبش عليك، انا منين جيت وشفت هذا المنظر راه تألمت بزاف، راه انا تعيشوا في حاله كمعذبه. انا تنشد من هنا السلطات، المحسنين، دور العجازه، شي حد اللي تكفل بهذه السيده. هي ما محتاجاش للسكنه، هي عندها سكنه ديالتها، هي السكنه ديالتها كبيره وطويله وعريضه، ولكن ما عندهاش اللي تكفل بها. راه ليا ما جاوش الجيران وجابوا لها كاس ديال الحليب، ما كانش اللي يجيبوا لها. هاد الناس اللي تيسكنوا هنا ماشي ناس اللي لاباس عليهم، هما اصلا محتاجين. قال لك بعض المرات ما يلقاوش باش يشريو لها ليكوشه، مين تيجيو الصباح تلقاو كاكا اللي كتنديرو كاملين والله يسمح لينا، تطليها في الحوايج، تتعمر بها شعرها، كتاكلها، كتلوح من الشرجم، كتبقى كتطل من الشرجم بالليل وكتغوت. عتقوني يا ولاد الناس، انا منين خرجت وسولت كلشي الناس تيقول لك باللي راه الناس راه بقات فيهم ولكن ما لقاوش لها الجهد. اللي قادر يعاون امي زينب يعاونها، راه امي زينب راه فريمون محتاجه الناس اللي تعاونها، محتاجه الحليب، محتاجه الليكوش، محتاجه الطبيب كيف ما قلت لكم، محتاجه الكرياج للشراجم، محتاجه لشي حد اللي بقى يجي يرفع عليها مره اولا دار العجزه اللي تكفل بها. احنا ما عرفناش واش هاد امي زينب عندها عائله اولا ما عندهاش عائله، المهم هي ما عندهاش الاولاد، والناس ما تيجي تطلع على حتى شي واحد بشهاده. الله اعلم فاش كانت كتعرفها ماما فيا ما ديال السبعينات. لا عندك الوليدات امي زينب؟ واش عندك شي وليدات؟ لا ما عنديش. وما عندكش راجل امي زينب؟ راجل ما تزوجتيش امي زينب؟ ما عمرك تزوجتي امي زينب؟ لا ما كانت متزوجه. كانت متزوجه راجل نتاعك قالوا اللي تايهيدي دوروا معايا كلش مزياني جيراني ما خاتاني تحاجة المعقول مزيان وكريشتي شبعانة فيها وتضحك وجيراني أمي معايا ردي لي البال وتيعطيوني وتيحنوا الجنة.